السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في الفلبين بالعربي. النهاردة هنتكلم عن حاجة يمكن الناس كانت متلخبطة فيها، أو يعني كانت كل واحد مش عارف أقول إذا كان بيفتي أو كان بيقول كلام من عنده أو ارتجال من عنده، وفي حصل اختلاف كتير في سبب الموضوع دوت، ألا وهو اللغة الفلبينية. واللغة الفلبينية هل إيه اللي إحنا نتكلم بيه؟ يعني إيه المتداول؟ إيه اللي إحنا نقدر نتكلم بيه ونتعامل بيه؟ فطبعا عملت فيديوهات قبل كده عن موضوع اللغة الفلبينية، لكن برضو كل ما بقعد في البلد أكتر كل ما بزيد خبرة أكتر وبعرف حاجات أكتر في الفلبين. أولا اللغة الفلبينية حسب ما أنا قريت عنها وحسب ما أنا دورت عليها في أصلها وفي تاريخها، ان اللغة الفلبينية والعام اللي موجود من اللغات اللي بيتقال عليها بالنسبة للعرب لغات، يعني هم بيعتبروها ان هي لغات، لكن انا بعتبرها ان هي لهجات مش لغات. ان اللغة الفلبينية هي مجموعة من لغات، اكتر من 180 لغة موجودة هنا في الفلبين، وطبعا بتختلف من قبيلة لقبيلة، وفي منهم اسر بتتكلم يعني بلغة واحدة، والأسر دي لا تتعدى مثلا 100 نفر أو 100 فرد يعني من الأسرة بيتكلموا باللغة دي. لكن أنا بعتبر أن الموضوع دوت بالنسبة لي أن هي لهجات، والدليل على كده يعني مثلا إحنا كلغتنا العربية، إحنا كعرب فإحنا عندنا اللغة العربية موجودة على من مشرق الوطن العربي لمغرب الوطن العربي. فمثلا لو قلنا في اللغة العربية هنقول مثلا كلمة زي إناء، فهي موجودة عندنا في مصر احنا بنقول عليها حلة، وأهل الشام بيقولوا عليها طنجرة أو طنجرة، والخليج بيقول عليها جدر، لكن هي في الأصل إناء وتسمت بكذا طريقة لكن المعنى واحد واللهجات مختلفة. كذلك هنا برضو في الفلبين هتلاقي التجالج، بيقول الكلمة بشيء وتلاقيها في البساية بشيء، وتلاقيها في الإلكانو بشيء والمرناو بشيء، تمام، لكن المعنى واحد وهم مشتقين من لغة واحدة. ايه هي بقى اللغة الواحدة ديت؟ لغة التجالوج. لغة التجالوج هي اول لغة او اقدم لغة موجودة في الفلبين، وهي اللغة الاولى الرسمية او اللغة الوطنية، وتم اعتمادها في 1939 على ما اظن كاللغة الرسمية او اللغة الوطنية للفلبين، وبيتكلم بيها حاليا ما يقرب من 49 مليون او 50 مليون نسمة بيتكلموا بالتجارب، وهي موجودة في لزون وجنوب لزون هو اللي في اللغة التجارب، وهي اساس جميع اللغات اللي موجودة هنا في الفلبين، او جميع اللهجات اللي موجودة هنا في الفلبين. تليها على طول اللغة اللي الناس بتتلخبط منها، واللي هي السيبوانو او البيسايس او البيسانيا او البيسانيا. في ناس يعني بتتلخبط ما بين كلمة البيسايا والبيسانيا. البيسايا تمام، او البيسايس او البيسايا ذات نفسها كلمة بيسايا، دي الناس المقيمين في منطقة بيسايس، ومنطقة بيسايس ديت اللي هي تشتمل على سان كارلوس وجزيرة فيسايس بما فيهم باكولود وكابانكالان كالاترافا وكل المدن اللي حواليها ودوماجيتي ومجموعة مدن موجودة هنا، دي اسمها منطقة فيسايس، من ضمنها برضو إيلو إيلو وبعض الجزر اللي جنب إيلو إيلو، دول هم اللي بيتسموا فيسايس. لكن البيسانيا دي هي اللغة اللي موجودة وبتكون موجودة لجزء الشرقي من بيسايس وسيبو، سيبو وإلوكانو وبوهول ومكتان، المناطق دي كلها بتتكلم بيسانيا أو البيسايس، أو هي لها اسم تاني السيبوانو، أو هي بتستخدم إيه من اسم سيبو، ودي هي اللي بيسموها عليها البيسايس اللي احنا بناخدها كده، أقول لك إيه ده بيتكلم بيسايا أو بيتكلم بيسايا. فدي اللغة التانية
اللي موجودة في الفلبين، واللغة اللي هي بيتكلم بيها برضو في حدود ما بين 49 مليون أو 45 مليون نسمة موجودين داخل الفلبين. تليها على طول اللغة اللي هي الثالثة اللي هي الأولوكانو، والأولوكانو اللي بيكلموا بيها أهل الإفوجاو قديما أو قبيلة الإفوجاو قديما اللي هي موجودة في شمال لوزون، وقبيلة الإفوجاو اللي هي فيها بانجا سينان كمان اللهم صل على النبي، في بعض المدن زي كلارك باجيو الإفوجاو، كل المناطق دي برضو في منطقة تانية توجي جراو، المناطق دي كلها دي بتتكلم إلوكانو، ودي اللغة الثالثة اللي موجودة في الفلبين وبيتكلم بيها في حدود ما بين 25 ل 21 مليون بني آدم أو نسمة. بعد كده بتيجي لغة الإلونجو، والإلونجو ده بقى الجزء الثاني من البيسايس، الجزء الثاني من البيسايس أو البيسايا ده اللي هم بيتكلموا بيها الإلونجو. الإلونجو دي هي موجود اللي هم منطقة باكولود ومنطقة إلوإيلو، المنطقة دي هم بيتكلموا اللي هي بقى كابانكالان. كابانكالان رغم ان هي تبع الفيسايس لكن بتتكلم إلونجو، وعدد الناس اللي بيتكلموا اللغة دي ما بين 15 مليون ل 12 مليون بني آدم أو نسمة بيتكلموا باللغة دي. طبعا انا هرجع تاني بس للبيسانيا او السيبوانو. السيبوانو بيتكلم بيها، عشان بس ايه دي معلومة انا نسيتها، السيبوانو بيتكلم بيها طبعا زي ما انا قلت سيبو ومكتان وسمر، والجزء الشرقي من فيسايس اللي هي سان كارلوس وكالاترافا ودوماجيتي، وجزء كبير جدا من مندناو بيتكلم البيسايس او بيتكلم البيسايا. كده هنروح على الترتيب الخامس واللغات، لغات الجنوب. لغات الجنوب من ضمنها المراناو، والمراناو ما بيتكلمش بيها غير جزء كبير جدا، لو نقول مثلا بعض من منطقه سلطان قدرات وبعض من منطقه مراوي وجنوب الفلبين، وبعض اجزاء من مندناو بيتكلموا المراناو. دول اهم خمس لغات موجودين داخل الفلبين واكثر لغات متداوله، لكن بقيه اللغات اللي هي موجوده او بقيه اللهجات اللي موجوده غير متداوله جدا، ويعني غير متفاعل عليها. واللغه الوحيده اللي بتتكتب كتابه هي لغه التجالوج، رغم ان البيسايا او البيسانيا هي اللغه الثانيه، لكن لم يتم تدريسها حتى وقتنا هذا، يعني لم يتم تدريسها في المدارس ولم يتم كتابتها. اللغه القديمه اللي كانت موجوده في الفلبين كانت الفلبينو، او تم تسميتها لغه التجالوج ديت بعد لما تم النقاش عليها كذا مره، واتسمت في اول مره فيليبينو، وبعد كده اتغيرت بقت الفلبينو على ما اظن في سنه 85 اتسمت باسم فيليبينو، لكن كانت في الاساس اصلا كانت لغه شبه من كتابتها ما كانتش بتعتمد على اللغه الانجليزيه، هي حاليا بتعتمد على اللغه الانجليزيه كحروف اللغه الانجليزيه ذات نفسها، لكن كانت قديما ليها حروف وليها رسوم محدده، وكانت اللغه دي هي اساسي. طبعا انا هوريكم دلوقتي اللغه كانت بتتكتب ازاي، هي ديت، وحاليا هي بتتكتب بحروف انجليزيه. طبعا انا ما قريتش قوي على موضوع ان هي بتتكتب حروف انجليزيه، تم اعتمادها في سنه 39 او 35 على ما اظن باعتماد الحروف الانجليزيه بديله عن اللغه الاساسيه او الكتابه الاساسيه او الرسوم الاساسيه للفلبينيين. الحروف زي ما انتوا شفتوا هي شبيهه بلغه تايلاند او اللغه اللي هي القريبه للدول اللي هي القريبه ليها، اندونيسيا وتايلاند وماليزيا، اللغه اللي هي الرسوميه اللي هي الخطوط الرسوميه، وتعتبر برضو من اللغات اللي هي زي العربي فيها رسوم، تختلف تماما عن اللغه الانجليزيه اللي هي حروف صماء، يعني حتى في تصنيف الحروف بيعتبروا ان الحروف الانجليزيه حروف صماء ما فيهاش
يعني ايه ما تقدرش ترسم فيها كويس يعني. لكن حروف اللي هي زي الصيني زي الياباني زي التايلاندي الماليزي الفلبيني القديم دي حروف بتترسم، واللغة العربية برضو حروف تصلح للرسم. انا حبيت النهاردة اوصل معلومة بسيطة تمام عن موضوع اللغات واللهجات اللي موجودة داخل الفلبين، والافضل انت تتعلم ايه. دي برضو عملية مشقة بالنسبة لي انا. ليه؟ لان انا بحاول ان انا قاعد في منطقة نيجروس، ونيجروس ديت زي ما انا قلت هي اللي هي مشتملة بقى على البيسانيا او السيبوانو، بيتكلموا كده بيتكلموا ثلاث لغات. المنطقة اللي انا قاعد فيها بيتكلموا ثلاث لغات، بيتكلموا الإلوكانو والتجارب والبيسايا او البيسانيا. فدي هي دي مشكلة عندي، لان انا بقارن ثلاث كلمات في وقت واحد. يعني عملية شقة جدا ان انت تتعلم ثلاث لغات في وقت واحد او ثلاث لهجات في وقت واحد. زي كده بالظبط الشخص اللي بيروح زي ما احنا كنا في دول الخليج، يعني احنا لولا العربي عندنا ويعني عندنا قوي الحمد لله، لكن لما تيجي تروح لدول الخليج بتسمع بعض الكلمات وبعض الالفاظ اللي تختلف عن لهجتك انت. فزي ما انا قلت كده ان كلمة مثلا احنا عندنا بنقول حلة، لكن هي في اللغة العربية اسمها اناء، لكن تسمعها من مثلا اهل الشام السوريين الاردنيين اخواتنا الاردنيين اخواتنا السوريين بتسمعها باسم طنجرة، او الفلسطينيين بتسمعها باسم طنجرة. تيجي تسمعها عند اهل الخليج من الكويتيين او السعوديين تسمعها جدر. فطبعا الحكاية دي بتاخد فترة معاك. كذلك انا معايا انا بتعلم لغة جديدة العديد من اللهجات اللي موجودة فيها، وبتبقى مشكلة بالنسبة لي ان انا اتعلم اللهجات دي وبتبقى صعبة. فربنا يعين ان شاء الله ويعينكم للي هيجي يستقر ان شاء الله في الفلبين. اذا كنت انت هتكون برا الاقاليم فانت هتتعلم التجالوج عادي، لكن لو انت داخل الاقاليم زي حياتي كده هتبتدي ان انت تتعلم الالوكانو والمرناو والتجالوج والبيسايا او البيسانيا، ويعني كذا لغة هتتعلمها. وممكن تتعلم لغات من يعني عايز اقول ايه لغات صغيرة جدا، لغات ما تتعداش 100,000 بني ادم بيتكلموها. وده بسبب ان هما يعني ايه كانت الفلبين كانت كلوزد الاول، يعني منغلقة على نفسها، والجزر حتى ذات نفسها كانت التجارة يعني بسبب البحر وبعيدة عن بعضها كانت التجارة يعني مش قوية قوي، يعني ما كانش فيه السفر كتير يعني، او كان سهولة التنقل زي ما موجود دلوقتي. لكن دلوقتي عامة الفلبين كلها بتعتمد على التجالوج كتلفزيون واذاعات رسمية وصفحات فيسبوك والكلام دوت. لكن بالنسبة للمناطق اللي هي زي ما بقول نيجروس والكلام دوت ده بيعتمد على لغة البلد ذات نفسها. يا رب اكون افدتكم بشيء النهاردة، ويا رب تكونوا استمتعتم، ويا ريت تعملون سبسكرايب ولايك وشير وتدعمونا في القناة وتزورونا على الفيسبوك وتويتر، ويا ريت تشتركوا على تويتر. يعني شاكرين للناس اللي هتشترك معانا وتدعمونا ان شاء الله. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.